طيب خليني أقول لحضراتكم من الأزمات اللي بنتكلم عليها الحقيقة موضوع التعريفة الجمركية على الدواجن، ومن الواضح أن أزمة إلغاء التعريفة الجمركية على الدواجن المستوردة أن هي قربت تتحل. امبارح بالليل مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرر أن هو يكلف مجموعة عمل عشان تبدأ أن هي ترفع توصيات مناسبة بشأن أزمة إلغاء التعريفة الجمركية على الدواجن المستوردة، عشان يبدأوا أن هم ياخدوا القرار المناسب في هذا الشأن. الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن قال أن الأزمة في طريقها للحل، وإن الشعبة مستنية معرفة القرارات الجديدة اللي الحكومة مفروض هتطلعها خلال الفترة الجاية في القريب العاجل. طيب خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معايا على التليفون الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن. يا دكتور عبد العزيز صباح الخير وأهلا بيك. صباح الخير حضرتك وزي طبعا السادة المشاهدين. اهلا بيك دكتور عبد العزيز. كان في اجتماع امبارح مع رئيس الوزراء، نتائج الاجتماع ايه؟ وهل بالفعل هيتم الغاء يعني بشان المفروض ازمه الغاء التعريفه الجمركيه هيتم بالفعل وضع بعض الجمارك ولا لا؟ والله حتى الان لم يتم ارسال اي معلومات صحيحه وصلتنا. كل ده تكهنات صحفيين. يا استاذ دكتور عبد العزيز، دكتور عبد العزيز، يا دكتور عبد العزيز صباح الخير. طيب هيرجع لنا الخط فصل وهيرجع لنا دكتور عبد العزيز مره تانية. طيب اقول لكم برن الاجتماع ده او مفروض القرارات الجديدة اللي بتصدرها الحكومة قريب إن شاء الله، بتقول إن في حالة إلغاء القرار لازم تكون في خطوة تانية لدعم صناعة الدواجن في مصر. يعني أنا مش بس أعمل كده، لا كمان أدعم الصناعة المحلية أو الدواجن الوطنية، صغار المربين للدواجن، أدعم زراعة الذرة الصفراء وكل الحاجات دي. معايا رجع لنا الدكتور عبد العزيز مرة تانية. دكتور عبد العزيز اتفضل يا فندم. فطبعا المعلومات ما فيش اي معلومه صحيحه، لكن انا بتكلم على دراسه الوضع الحالي او دراسه ان احنا عاوزين نرجع هذا الامر الى ما كان عليه. احنا وصلنا قلنا ان المعلومات وصلت صحيحه الى السيد رئيس مجلس الوزراء، ربما وصلت معلومه خاطئه فتم استصدار مثل هذا القرار، لان الناس بتتكلم تقول لك ان الاسعار مرتفعه. انا عايز اعرف انهي اسعار مرتفعه؟ السعر رغم ارتفاع مستلزمات الانتاج في كل جمهوريه مصر العربيه الا ان الدواجن لم يرتفع سعرها. انا بقى ما بخمنش مستقبلا لان عندي داخل على فصل الشتاء، من الممكن ان يحدث مشاكل. نجيب الاعوام السابقه من خلال الخبرات التراكميه السابقه دول. انا عندي الاسعار كانت اعلى سعر وصلت له في الشتاء كان 17 جنيه، لكن من المفترض ان انا بدعم الصناعه المحليه الوطنيه واذل العقبات اللي بتواجهها. انا بعمل اكتفاء ذاتي بنسبه 90%، فيجب ان كان عندي مشكله في ال 10% اشوف الاسباب اللي ادت الى عدم وصولي الى 100% واحلها. ادعم المربى زي ما حضرتك قلت، المربى الصغير، واشوف مشاكله ايه لانه بيمثل 75% الى 80%. اشوف الاعلاف، اشوف ان انا ازرع ذره وصولي، ادعم الفلاح المصري التعبان المطحون اللي احنا بنقول انت لو زرعت رز احنا هنعمل فيك ونساوي. خلاص اعمل له البديل اللي هو يستطيع من خلاله يجي له مدخلات يعيش عيشه محترمه زي اي انسان في مصر. الامثال واللقاحات زادت اسعارها بنسبه 100%، دعم الامثال واللقاحات. كل هذه الامور هي صناعه الدواجن الوطنيه اللي استطاعت ان تحقق هذه وتصدر الى الخارج. لماذا لا ندعم الصناعات الوطنيه؟ رغم ان المجلس الاقتصادي بالساده الوزراء لما اجتمع قال لابد ان ندعم الصناعه الوطنيه، لابد ان احنا نزرع بذور زيتيه عشان لا نعتمد على استيراد الزيت من الخارج. طب ده كلام زي الفل وجميل واحنا بنعضده. طب لماذا يتم اصدار مثل هذا القرار؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه وده العجيب اللي احنا هو ايه يعني. خليني اسال حضرتك يا دكتور عبد العزيز من الناحيه العمليه كده، القرار ده ممكن يفيد في ايه؟ يعني ان انا ارفع الجمارك عن الدواجن المستورده ده هيفيد في ايه؟ مش هيفيد باي حاجه. طب انا حطيت القرار ده ليه كحكومه؟ ما احنا عايزين نقول للحكومه تقول لنا بقى. حينما تم الحديث السيد معالي السفير المتحدث الرسمي عن مجلس الوزراء قال ده صالح المستهلك وده عشان بنخفف الاعباء عن ده كلام زي الفل جميل، لكن حينما تحسبي الدواجن على ارض الواقع تلاقيها توصل ب 32 جنيه والمحل ب 25، فين الاستفاده؟ طيب يا دكتور عبد العزيز، طيب أنا دلوقتي انا كنت اتبنى ان يقولوا والله احنا جبنا الصفقه دي هنبيعها للمواطن ب 18 ب 20 جنيه، لو حد اتكلم يبقى بيتكلم خلل، لان انا عندي الدواجن ب 25 وانت هتبيعها ب 20، يبقى للمواطن كلنا نضرب تعظيم سلام للدوله. اما انك تقول ان انا هجيبها وابيعها ب 32 انت زعلان ليه؟ ده انت بتبيع ب 25، لا ازعل ونص.
لان بضيع على مدخلات الدوله. طب يا دكتور عبد العزيز خليني اسالك يعني بصوره تخلي المواطن اللي بيسمعنا يفهم القرار ده اكتر. دلوقتي بعد رفع الجمارك عن الدواجن المستورده، دلوقتي المستهلك هياخدها في السوق سعرها قد ايه، وهياخد المحليه بسعر قد ايه؟ هياخد المستورده حسب الوضع او حسب بعد ما الجمارك اترفعت ب 32 جنيه. طيب دي المستورده، المحليه ب 25 جنيه. يعني حتى بعد رفع الجمارك المحليه اقل؟ طبعا. طيب ليه انا كدوله، يعني حضرتك مفروض متخصص في هذا الشان، ليه انا كدوله بدل ما انا اشيل الجمارك، طب ما انا اخد الجمارك اللي موجوده على الدواجن المستورده وادعم اكتر الصناعه المحليه والذره الصفراء وكل الحاجات اللي احنا قلناها دي، ليه ما تمش ده؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله للدوله. وبعدين طيب، لما يكون في قرار يخص اي صناعه من المفترض طالما ما فيش خبرات تراكميه متواجده، احنا بنجيب ناس يقعدوا مع الساده السياسيين يقولوا لهم والله صناعه الدواجن دي مفروض فيها واحد اثنين ثلاثه، عندك مشكله ما عنديش مشكله، احنا الجو مستقر، الصناعه مستقره، ما عنديش اي مشاكل. احنا عندنا مشاكل ايه يا دكتور عبد العزيز في يعني صناعه الدواجن في مصر؟ المنظومه دي عندنا فيها مشكله ايه في مصر؟ المشكله الرئيسيه ان انا بستورد 85% من مستلزمات الانتاج من الخارج. انا بستورد الذره والصويا من الخارج، انا بزرع تقريبا حوالي 600,000 فدان، 600,000 يدوني 1.8 مليون طن، انا المفروض بستهلك 9 مليون، يبقى انا عايز 7.2 مليون طن بستوردهم من الخارج. بالنسبه للصويا انا عندي تقريبا حوالي 36,000 طن، انا بعوز مليون وشويه. بالنسبه للامصال واللقاحات انا بستهلك 100% بستورد 85%. دي مشاكل موجوده على ارض الواقع بيأثر فيها الدولار، طب ما ادعم ده بدل ما ادعم الكلام ده. طب ما ادعم الفول والعدس اللي النهارده العدس وصل 33 جنيه وده والفول لكل واحد بياكله كل يوم 3 مرات، ليه ما نعملش الكلام ده؟ ده الكلام اللي احنا بنستغرب له. وان انا لما اضيع 400 مليون جنيه على الدوله، طب ما انا اخده زي ما حضرتك قلتي، نوضح العمليه ونوصل المعلومه لكل الناس. يا جماعه ال 400 مليون جنيه انتوا ما فيش يا فندم ممثلين من حضراتكم او ما فيش اي لقاءات بتحصل ما بين حضراتكم وبين اي ممثلين من الدوله؟ حضرتك احنا من 2006 بنتكلم على موضوع الثروه الداكنه في مصر، وبنقول بعد انفلونزا الطيور لابد ان يتم التطوير والتحديث والهيكله والاعتماد على الامكانيات الداخليه للبلد. عندنا خبرات تراكميه الحمد لله على اعلى مستوى، عندنا اطباء وخبراء والى اخره، احنا المفروض نستفاد بالناس دي ونعضدهم. الدوله لا تقوم بتعضيد ولا تمويل الثروه الداكنه، كلها صناعه خاصه، محدش بيمول ده. كان عندنا شركتين زمان في السبعينيات هي اللي اعتمدت عليها الدوله، النهارده خلاص خصصوها رغم ان في احدى الشركات المتواجده ومن الممكن ان تقوم بالعمل غدا. لو الدوله دعمت هذه الشركه، لو دعمتها انا بقول لحضرتك هتخش في السوق على الاقل هتعمل طفره في صناعه الدواجن في مصر. ده اللي احنا بنستغربه. طيب بعد الاجتماع يا دكتور عبد العزيز بتاع امبارح، متوقعين ان الازمه دي تتحل، ان الجمارك تتحط مره ثانيه على الدواجن المستورده، وان يبقى في دعم اكتر او تشجيع اكتر للصناعه المحليه، ولا لسه شويه؟ والله احنا بنتمنى هذا الامر، لان احنا وضحنا الصوره للساده المسؤولين وقلنا لهم الكلام بالتفصيل. احنا وضعنا 1 2 3 4، بنتمنى ان يتم الاستماع الى من ينادي به. احنا عندنا بكره اجتماع موسع في شعبة الثروة الداكنة في الغرفة التجارية بالقاهرة. احنا ان شاء الله اذا لم يتم الاستجابة احنا هنبعت مذكرة للسيد رئيس الجمهورية، ونوضح ايضا نفس الكلام اللي احنا قلناه لرئيس الجمهورية، لان احنا دي صناعة وطنية فيها عمالة كبيرة جدا، فيها استثمارات ضخمة جدا. احنا لو ضيعنا هذه الصناعة للاسف الشديد مش هنقدر نقومها مرة ثانية الا بعد 5 6 سنين، ويستغلنا او يتم استغلالها من قبل الدولة الدول اللي بتصدر لينا، وتبقى متشكرين جدا على صناعة وطنية قوية زي ما حصل مع المحله الكبرى والى اخره. ده اللي احنا بنتكلم عليه. احنا لابد ان يكون لنا راي جيد في الاستفاده من الامكانيات المتاحه والاعتماد على الصناعه الوطنيه في ظل سعر الصرف الحالي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن.